لم يمض طويلا على تعبيد هذا الشارع في محافظة المفرق، وقبل التعبيد بقليل تم تمديد شبكة صرف صحي ليكشف المنخفض الأخير سوء تنفيذ أعمال المشاريع هنا، ليس في هذا الشارع فقط بل في شوارع أخرى منها حديث التعبيد. يعني هذا الشارع لو أجت أي سيارة بالليل مسرع ما يكون الضحية، مش المواطن، المواطن بده يكون هو نتيجة أخطاء المتعهد وبنتيجة إهمال من المسؤولين. الطرق حالياً اللي تم تنفيذها مواصفاتها سيئة، وأكبر دليل المنخفض الأخير بيّن عيوبها. أسباب عديدة أدت إلى تهالك بعض أجزاء الخلطة الإسفلتية الحديثة في المفرق، منها أسس تنفيذ العطاءات وشبكة الصرف الصحي والإنزلاقات وغيرها. أما الشوارع التي لم تعبد من الأساس فرصد لها نحو 3 ملايين دينار بحسب بلدية المفرق لتنفذ هذا العام. هناك بعض الشوارع الذي لم يتم استلامها من المتعهدين، هناك كفالات حسن تنفيذ، هناك كفالات صيانة على المتعهدين، وأي يعني هذا معرض فيها في كل شوارع الأردن أن يكون هناك خلل في جزء من الشارع أو خلل ما بعد التعبيد جراء انزلاقات أو جراء كسر مثلا مواسير مياه أو جراء انهيار صرف صحي، وهذا طبيعي جدا. ونحن داخل مدينة المفرق كمؤسسات البلدية وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات وشركة المياه والصرف الصحي نعمل كفريق واحد ونحن مكملين لبعض. هذا المشروع حقيقة مشروع الصرف الصحي تم العمل فيه في عام 2018 لغاية هذه اللحظة تحت كفالة الصيانة. تم تبليغ المقاول رسميا وبدأ في إعادة الأوضاع كما كانت سابقا من صباح هذا اليوم. لا أعمال صيانة ولا تأهيل للطرق خلال فصل الشتاء، وسيبقى الحال على ما هو عليه إلى حين ارتفاع درجات الحرارة لضمان تماسك الخلطة الإسفلتية وعدم تعرضها للتهالك مجددا. إيقاف عطاءات الفتح والتعبيد التابعة لبلدية المفرق ومشاريع صرف صحي عصفت بعدد من شوارع المدينة، تهالك بالخلطات الإسفلتية ووعود بحلول قريبة، وعود لم يلمس أثرها المواطن حتى الآن. في بعض الشوارع والله مرتبة ونظيفة وجاهزة، أما والله في بعض الأحيان والله شوارع يعني خلينا نقول زي طبق البيض الفاضي، فوق ما هو في حفر كمان في مطبات زيادة، والله ما إلها داعي. الشارع يعني أنت شايفه مكسر، أغلبهم محفرات وما هو موضوع، ما هو يعني واضح رسمه، يعني تيجي على منطقة بتمر عليها نصها تراب ونصها زفتة، ومع أنهم يعني الله وكيلك ما هم منبطلين معنا، مسقفات، المجاري، كل شيء يعني ماخذينه بالصاع الوافي بارك الله فيهم، لكن خدمة لها المنطقة ما فيه. استكمال أجزاء من العطاء المطروح مسبقا لتصل نسبة الإنجاز إلى 50% ثم تتوقف لعدم وجود مخصصات، ليبقى الجزء الأكبر من الطرق المشمولة بالعطاء قيد الانتظار. عندنا مشروع الفتح والتعبيد تم إيقافه نتيجة أنه المجلس البلدي ارتأى لتقليل النفقات، وذلك للوضع المادي الصعب اللي تمر فيه البلدية. خلال الأيام الماضية تم التنسيق مع سلطة مياه المفرق، وتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين بلدية المفرق وما بين سلطة المياه والجهة المانحة لمشروع الصرف الصحي لحصر جميع الهبوطات اللي حدثت في شوارع بلدية المفرق ومعالجتها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. إذن تعليق العمل بالعديد من الطرق بانتظار انفراجة مالية للبلدية، بالإضافة إلى انتظار دفع الكفالات المالية من قبل متعهدي الصرف الصحي، انتظار مزدوج أصبح يشكل معضلة أمام تقديم الخدمات للمواطنين. الحال لم يتغير كثيرا حتى اللحظة، بلديات تعاني من غياب المخصصات ومعاناة المواطن تتفاقم من عدم وجود طرق مؤهلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. هذا الطريق تم تعبيده مؤخرا في المفرق، تعبيد غير مكتمل، فلا طبقة أخيرة، والاكتفاء به على هذا الحال حال فرضته قلة المخصصات المالية التي تعاني منها البلديات، بلديات تعاني من عدم وجود مخصصات، ومواطن يعاني من عدم وجود طرق مؤهلة للمسير عليها، ازدواجية في المشكلة ولا حلول قريبة. العديد من طرق المفرق تعاني من تهالك بنيتها التحتية، ومطالبات بالتأهيل تذهب أدراج الرياح،
والحل الوحيد هو الانتظار. فصل الشتاء يشكل عبئا إضافيا على الطرق ذات المواصفات المتدنية، فتنكشف عيوب الطرق بشكل أكبر وأكثر ضررا، ما يستدعي توفير مخصصات للطرق قبل أن يتسع الخرق على الراتق بحسب مواطنين. اهتراء البنية التحتية للعديد من طرق المفرق معاناة مستمرة وستستمر لعدم وجود مخصصات وبسبب إيقاف العطاءات، ما يفرض على المواطن الاعتياد على هذا الحال لحين توفر مخصصات من وزارة الإدارة المحلية. أنس الحراحشة، المملكة، المفرق. معنا من المفرق محافظ أو نائب محافظ المفرق رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى دكتور هاني الشورى. أهلا بك معنا دكتور هاني. لماذا لا يوجد مخصصات لأعمال التعبيد للطرق في المفرق؟ مساء الخير أختي أريج، مساء الخير والبركة للأخوة المشاهدين لقناة المملكة الحبيبة. أختي أريج، بتعرف الظرف الأخير سنتين الأخير اللي مر فيها الوطن نظرا لجائحة كورونا والضغط اللي شكلته على مؤسسات الدولة، سواء الضغط الاقتصادي والضغط الاجتماعي، أدى إلى شح الموارد لدى البلدية. نعم، البلديات بشكل عام ومنها بلدية المفرق تعاني من تحديات رئيسة أختي أريج. التحدي الأول يتمثل بشح الشح المادي والدعم الفني واللوجستي، والتحدي الثاني للبلدية يتمثل في القضايا التنظيمية. أختي أريج، سمعت التقرير اللي تم من المفرق. حقيقة الخدمات الموجودة والبنى التحتية بالمفرق أعتقد أنها نوعا ما جيدة، سواء من شوارع وخطوط مياه وخطوط الصرف الصحي. الحمد لله لم نعاني بالمفرق مشكلة مياه، البنى التحتية جيدة بشكل رئيسي. صحيح كان هناك عطاء صرف صحي قبل 3 سنوات، أعتقد 4، هذا العطاء كان هنالك مشاكل على تنفيذه، ساهم في وجود هبوطات أعتقد وانخفاض في بعض الشوارع في مدينة المفرق. والآن الأمر جاري أختي، يعني في مفاوضات بيننا وبين شركة مياه اليرموك للتعويض المادي للبلدية من أجل صيانة هذه الشوارع إن شاء الله. كم يبلغ هذا التعويض المادي؟ يعني إن شاء الله هناك اجتماعات دائمة ولجان مشتركة تبحث في الموضوع، لكن التعويض أعتقد أنه سوف يكون مجزي وسوف يساهم في تأهيل البنى التحتية والشوارع اللي أدى شغل الصرف الصحي إلى انخفاض إن شاء الله. هذه الشوارع المتضررة يعني في أي مناطق تحديدا؟ والله في مختلف المناطق، يعني في مدينة المفرق والمناطق اللي تحديدا جرى فيها إنشاء شبكة الصرف الصحي أختي. طيب، أنت لخصت المسألة بعدم تعامل البلدية بمسألتين، الشح المادي والقضايا التنظيمية. الشح المادي مفهوم لأنه مخصصات غير موجودة والوزارة يعني لها مسؤولية في ذلك. قضايا التنظيمية ماذا تعني بها؟ هناك قضايا تنظيمية دائما، بتعرفي بقضايا التنظيم أحيانا العمران يسبق التنظيم، وهذا يشكل ضغط على المخططات التنظيمية لدى البلدية. غالبا ما الأصل يكون هنالك خلينا نقول إدخال مناطق تنظيمية قبل العمران، بحيث أنه يتم احتساب الشوارع وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وعدم التداخل ما بين المؤسسات من خلال عملها وشغلها. كنت معنا من المفرق نائب محافظ المفرق رئيس لجنة بلدية المفرق الدكتور هاني شورى، شكرا جزيلا لك دكتور.